فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص حصل له حادث، شخص حصل عليه حادث وانقلبت السيارة وقد مات معه شخص، فهل عليه كفارة صيام شهرين؟ والله هذا حسب تقرير المرور، إن كان المرور قرر أن عليه مسؤولية في الحادث ولو 1%، يكون عليه كفارة، وعليه نعم عليه كفارة وعليه دية أيضا إذا طلبت. أما إذا قرر المرور أنه ما منه تفريط ولا عليه شيء، يتبع هذا ما عليه شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.